مازال ما جابوش وجابوا لنا القضيان على 12:30 كيفاش بدينا نطيبوا فتنا طيبنا شوينا الباذنجان وفطرنا وكلنا معنا صحاب الدار كانوا مساكنوا مع ثاني في اختيغبي باسكو بدلوا لوندغوا وين. المهم الله يبارك البوره كيقرمش ما شاء الله وكلش طاب قبل الوقت ومازال راكم تشوفوا الشمس راهي ساطعه ومازال الحال. وكملنا وطيبنا الطعام تاع الصدقه ودرنا البوره قفلناه سيغ بلاص على 12 عندنا 250 شخص والشلاضه كما راكم تشوفوا بيان ديكوري. هاياك نوريلكم ثاني دقيقه الجهه المقابله ثاني هايك السلطه راهي لهنايا بيان ديكوري هاياك هاي مغطيه باسكو الاخراني نصور فيها هاياك بيان ديكوري يعني ما كوبيتش باش تعرفوا باللي رانا نخدموا على قدم وساق. البنات راهم يحصلوا راهم يديروا في اللحم داخل الاكياس داخل اكياس الالومنيوم لا هذا باش نوريكم يعني وحده من الطرف كما يقولوا وحده وخلاص. الفيديو ما راهش يبان مليح بسم الله شوفوا ما شاء الله فوالا ما نكسرهاش كما يقولوا نخليها صحته لياكل دوكا. هذه الصدقه ان شاء الله صدقه مقبوله بالشربه الله يبارك ما شاء الله راهي نورمالمون الصوره واضحه وليتش هاي يسمح لنا. تعيشي نبيله جيبي لي باش نديرو سوبيره شربه نسيت ما درتش الشربه تاع فوالا دوك نوريكم لاصوص تاع الشربه تاع المرقه عفوا ثاني الله يبارك لا هذه ما بقالهاش وطيب هذه اللي قلت لكم فوالا ما بقالهاش وطيب ما شاء الله 50 شخص الله يبارك هواك البوراك مقرمش فوالا اسمعوا الله يبارك فوالا هاياك الشربة الله يبارك ما شاء الله اللي تتوحم تسمح لنا الشربة بنينة والفريك ثاني شباب في الجفنات ولا في القصعات كما يقولوا لي غوندو يخرجوا الصدقة فوالا. عندي 50 قطعة نتاع اللحم هنا هما جابوا تاع بقري هو من المستحسن يكون بقري يعني في المرقة البيضاء يجي البنة تاع الغنمي خير مي بصح باش تحطوا لهم كامل هبرات شابين خيروا البقري وبيان سيغ اللي حيصدق بالدجاج يقدر يدير بالدجاج خيري وشنو في الدجاج ديري ليكويس خيري ليكويس باش تجيك حاجة شابة. المهم عندنا لهنايا 50 قطعة نتاع اللحم درنا لها حوالي 3 كيلو حتى 3 كيلو ورطل نتاع البصل ملحي مليح درنا لها مغرف كبيره نتاع السمن المغرف هذيك لالوشا غاغو اللي نسقوا بها المغرف اللي نسقوا بها لا كويير لا غوند كويير لالوشا غاغو سمحوا لي فوالا لالوشا غاغو قلنا درت مغرف تاع فلفل الكحل ان كويير اسوب ولا ملعقه اكل نتاع بوافغ نوار ملعقه اكل الفلفل الاسود اون كويير سوب دو بوافغ نوار هنايا عندي 4 كويير نتاع الملح ولا 4 كويير سوب نتاع لو سال عندنا 4 ملاعق اكل نتاع الملح درنا فلفل الابيض درت مغرف نتاع اكل ثاني بوافغ بلون اون كويير سوب دو بوافغ بلون ماشي شرط الفلفل الابيض الا ما كانش عندك فلفل ابيض ديري بمغرف ونص فلفل الكحل هذه هي يعني انا نحب الفلفل الابيض كيكون البقري كيكون الغنمي ندير مغرف ونص فلفل الكحل قلنا السمن انو شغاكو الملح قلنا 4 مغارف بيان سيغ اللي تخاف دير 3 مغارف نتاع ماكله ومن بعد تذوق وتزيد في الكميه هذه واش نسحقو نسحقو كيلو ورطل حتى زوج كيلو نتاع الحميصه الا تزيني بها الحميصه تسحقي زوج كيلو الا ديريها في لاصوص برك نسحقو كيلو ورطل اكيد درنا كامل المكونات واش مازال دركا مازال القرفه اللي تعرف المرقه بيضاء اليوم عندنا مرقه بيضاء نديرو فيها القرفه المرقه حمراء ما نديروش فيها القرفه ابغ المرقه نتاع القبائل بعض القبائل ماشي كامل القبائل يديروا لها بيان سيغ القرفه ويديروا لها القصبر ويديروا لها العكري والطماطم نتاع العلب والطماطم نتاع الحب هذه كي تكون مرقه حمراء قلنا نديروا لها القصبر مرقه حمراء ونديروا لها شويه نتاع الثوم كاين يدير لها الثوم انا ندير لها الثوم شويه نتاع الثوم تمد لها بنه رهيبه وسيوها جربوها ف
باسكو كاين اللي ما يديروش الثوم في المرقه تاعهم صانها، ما ديري الثوم في المرقه الحمراء ماشي البيضاء عاد تغلطي. لا صوص بلانش ما تجيش فيها لاي، لا صوص بلانش تبننها القرفه والسمن، هذه هي كيفاش يقولوا هذه هي التوابل تاع لا صوص بلانش. مي بصح لا صوص غوج فيها عده توابل وفيها عده نواحي من الوطن، كل ناحيه واش دير لها. كاين بعض النواحي ما يديروش كامل فلفل اسود، ما تستعمليش كيما بوسعاده ومسيله خدمنا لهم الطعام تاعهم ما كاش كامل الفلفل الاسود. شفتي لها رشيده قطره تاع ولا فتاته تاع فلفل الكحل ما كاش، عندنا العكري وعندنا طوماطيش وعندنا القزبر وعندنا الثوم، هذه كي تكون والبصل اكيد كي تكون المرقه حمراء. والبيضه هاني قلت لكم بلي فلفل الكحل فلفل الابيض وقرفه والسمن والزيت، ما نديرش باسكو نستعمل السمن. الا استعملتي الزيت سيداتي ديري نص نتاع السمن وزيدي لها شويه زيت، نص مغرف تاع السمن وحوالي نص كاس نتاع الزيت، هذه هي باش تكون عندك يعني باش نقصي شويه السمن على روحك. حبيتي ديريها دوزنيها بالزيت وحدها ديري كاس تاع الزيت يعني راح تجي بنينه ثانيه. بصح كيما قلت لكم المرقه البيضاء تحب السمن ما تحبش الزيت. لك كيما قلنا بعد ما دوزنا كامل اللحم تاعنا خليناه يتقلى. زمان كانوا يخيطوه اللحم بصح دركا ماناش نخيطوه، عندنا الاداه اللي نجبدوا بها اللحم هذيك لالوش اللي نجبدوا بها اللحم ولا ليكيموار، ليكيموار هذيك اللي تجي مثقوبه مصفاية هذيك تجي مثقوبه، حنايا نجبدوا بها ماناش نخيطوا اللحم كيما زمان. يعني من المستحسن اللي تكونوا في الدار ولا اللحم تبيتوه في كيفاش يقولوا في لا ماغيناد نتاعو يتمارينا ولا زعما كي تدخل له لاصوص هذيك يسموها لا ماغيناد. اللحم تبيتو في لا ماغيناد نتاعو لا نويتين ليله كامله في الليل ولا ثلاث سوايع ولا ترقدوه في هذيك لاصوص تاعو يزيد البنه شويه يعني هكذا يجي بنين. مي بس اكيد ترقدوه في البصل تاعو والسمن والتوابل نتاعو راح يزيد شغل النكهات كامل تدخل في اللحم، وتخلوه يطيب بيان سيغ على نار قليله 25 دقيقه وانتم تقلوا فيه. قليه وقلبي قليه وقلبي ومن بعد مرقيه. كي تمرقيه دوك انت تقولي لي نمرق كيفاش نمرق، هو هذا السؤال اللي حبيت ندير لكم عليه الفيديو. كي تمرقي سيداتي مرقي حتى يتغطى لك اللحم، يتغطى مليح يغرق، كي يغرق اللحم مليح ماشي كيما المتوم، يغرق اللحم مليح باسكو علاش حنفوروا عليه دوكا هذا القازان. انا نورمالمون هذا القازان ما نطيبش عليه، ميكم دارتها شغل السيده صدقه نسينا القازان الصغير درت القازان الكبير هذا. دوك انا كي نمرق نمرق نص القازان ومن بعد نحي كي يطيب لي اللحم نتاعي ونتجبدو ندير الخضر. كي نتلقى الخضر نشوف عيني ميزاني الخضر اسكو الماء هذاك يكفيها باش تجيني مرقه، باسكو علاش لازم تكون عندك مرقه ماشي جواز، هذا ماشي جواز تاع خضره، مرقه لازم يكون فيها نسبه من الماء. كي نطلق الخضره نتاعي نزيد ثم نزيد الماء، الماء اكيد يكون مغلي، نزيد الماء ونخليها الخضره تاعي تطيب على نار قليله. بعد ما نحو اللحم اكيد الخضر ما نطلقوهمش دركا حتى نحو اللحم، لي باش نطلقوا الخضره تاعنا. انا الحميصه الا ما كنتش حنزين بها نطلقها في المرحله هذه تتقلى شويه ونمرق، بصح الا كنت حنزين بها الحميصه راهي طيب اكوتي. الحميصه نتاعك تاع الطعام كيفاش نطيبوها؟ الحميصه ديريها مع مرسو نتاع البصل ولا حبه بصل، شويه نتاع القرفه زوج عوات تاع قرفه ولا شويه نتاع السمن ولي شوت نتاع الغنمي العظم تاع الغنمي ولا ذيل الخروف كما قلنا لو كو هذاك ولا لا كو نتاع لو موتو نتاع الكبش، الزاكا تاع الكبش نديروها تغلي مع الحميصه باش تمد لها بنه. هذه كي تكونوا حنزينوا بالحميصه، مي الا شفتوا روحكم راح ديروا ديكور بالحميصه تلقوا الحميصه في البدايه مع المرقه كما قلت لكم كيلو وطلحت حتى زوج كيلو كيما حبيتي انتيا. الطعام يحب الحميصه والرشده تحب الحميصه. فوالا هاي تمرق دركا بسم الله. لهنايا عندي خمسه ريتلات زيدي يعني نوري لكم انا احنا نعرفوا 10 ريتلات باسكو هذا البيدون يرفد 10 ريتلات بصح راه يدير بنص بيدون. لهنا 3 ريتلات صافي 13 ريتلة زيدي هذا راهم 15 ريتلة زيدي كامل فرغيها نصيرة فوالا زيدي 18 ريتلة هذه حوالي ريتلة ونص نقولوا 20 ريتلة سي بون. هنا انا درنا 20 ريتلة في الكمية هذه الكمية تاع 50 شخص، انا درت 20 ريتلة تاع ما دوك نخليها تغلي ويطيب يعني اللحم تاعنا يطيب. وشنو الطعام تاعنا دوك نشمخوه اللحم ما بيد يبدا يغلي والطعام تاعنا يفور عليه كيفاش يقولوا يطيبوا جوست نحقوا جوست الطعام مع اللحم.
هنا عندي الكسكس، هنا كسكس مفتول منزليا، ولا لو كسكس ميزون، كسكس غولي غولي مانويلمون، اي مالا غولي، كسكس غولي مانويلمون، كسكس مفتول يدويا نتاع الدار بيان سيغ راكم تشوفوا فيه. هذا راهو خشين شويه، كاين اللي يحبوا متوسط، كاين اللي يحبوا خشين، كاين اللي يحبوا. انا نحب الكسكس متوسط كي نكون نخدم به بالمرقه، رقيق اكيد للصفه. راكم تشوفوا كي يكون مفتول يدويا يجي بنين، سبحان الله. ماشي كيسيون تاع يعاونك في الخدمه برك، يعاون في الخدمه اكيد، مش كيما تاع الوزاين كيما يقولوا تاع المصانع ولا اندستريال، هذاك تاع لي زانديستري ما يجيش كيما نتاع الدار، تاع الدار يجي بنين خير. مي بيان سور اللي ما عندوش ولا اللي ما يعرفش منين يشري، ولا يشري كسكس ماما، كسكس عمر بن عمر، كسكس سيم، هذو كامل كسكس ولا كسكسات ملاح. المهم كسكس النوعيه نتاعهم مليحه، انا نحب تاع الدار ما نكذبش عليكم، نحب تاع الدار. فوالا تاع الدار يجي زاكي ويجي بنين، البنه ما في البنه، كي تاكلي تاع الدار عنده بنه، بنه سبيسيال. نقطه ثانيه، باسكو انا درت لكم فيديو ديجا تاع الكسكس، الكسكس تاع الدار لازم تذوقيه سيدتي قبل ما تبداي تخدمي، باسكو علاش كاين بعض السيدات تفتل الكسكس الملح تاعو سوا سوا بلا ما تزيدي له الملح، وتغلطي انتيا بالك تكوني والفتي الكسكس تاع المصنع ولا ما في حتى قطره ملح ولا حتى فتة ملح، بيان سيغ تقولي بلي الكسكس كامل كيف كيف، تروحي ديري الملح طحي فيه ماكله مالحه. لا لا، الكسكس تاع الدار لازم دائما تذوقيه اسكو راهو جوست جوست، ولا صبتيه جوست جوست ما تضيفيلوش كامل الملح، الا صبتيه شويه مالح باسكو كاين اللي يديروا شويه مالح، نقصي الملح في المرقه نتاعك. يعني عندك دو شوا ولا اختيارين، عندك تذوقي الكسكس اذا صبتيه سوا سوا بيان سيغ ما تزيدي له والو، لا صبتيه شويه مالح بيان سيغ راح المرقه تنقصي لها شويه من الملح نتاعها، لو كنتي حديري ثلاث مغارف ولا زوج مغارف نقصي مغرف وحده، واكيد باش طيح لك جوست جوست. الا صبتي الطعام نتاعك ناقص ملح زيدي شويه ملح في الماء نتاعك اللي راح تشمخي به الطعام. هذه هي هنا الاخر، الباسينه الاخرى تاعنا فوق طابله، طابله جابوها من عندهم هكذا من عند اللي يكروها طابله، الله غالب عندنا ما نديروا لهذا، راكم تشوفوا البيدون شفاف يبان داخل المسخ وراهم الطابله. نبداو نشمخوا درك الطعام تاعنا، فوالا هنا شمخنا الطعام تاعنا، راني شمخته فوالا. اليوم شويه لونه غامق، شويه لونه اسود، هذا يرجع لنوعيه الدقيق اللي استعملوه، كاين دقيق اللي يجي يعني نوعيه رفيعه، وكاين دقيق اللي يجي ماشي معاود بزاف، هذاك يجي كيفاش يقولوا اللون تاعو يجي غامق، ولا اللون تاعو يجي اسود اسمر هكذا، هذا ماشي يتشبه في الكسكس الكامل، هو ماشي كسكس كامل، يتشبه في الكسكس الكامل. الطعام كيكون مخدوم مليح، ولا يكون الدقيق نتاعو ولا السميد نتاعو يكون نوعيه نتاعو شابه، صبيه ابيض ناصع الله يبارك. هذا ماهوش ابيض دوكا كي نشوف نوريه لكم. فوالا هاليك دوكا كي بنينه الحاجه الحمد لله. فوالا راكم تشوفوا الطعام كي شمخناه، وهاو نشوف درك الله يبارك. يعطيك الصحة الحاجة، ربي يحفظك. الله يسلمك. الحمد لله شهادة نعتز بها، تعيشي الحاجة. فوالا هاليك الطعام كيما قلت لكم، دوكا راهو نشف ما شاء الله راكم تشوفوا، دوكا نبدا نفور فيه. بصح وشنو كاين هذا الحيله اللي دائما راني وريتها لهم لمتابعيني من 2016 وانا نحط فيها، عندي السيار هذا فوالا، هذا السيار هذا باسكو علاش نحلو بيدينا، وانا كي نشمخ نشمخ على جهه، كي تشمخي بالعقل كيما في الدار ما يتبركس لك ما والو. راكم تشوفوا هذو لي غرومو، هذو الحبيبات اللي تشكلوا، هذا باسكو حنا نشمخوا بكميات كبيره، ماشي نستنى كيما في الدار غير بشويه، ولا كيما الحجات تاع زمان الله يبارك البركه يقعدوا على الجفنه وصحاباتهم يجيبوا، حنا نشمخوا بكميات كبيره. مي واشنو عندنا السيار هذا الخراج اللي يعيطوا له الخراج هذا، ولا السيار تاع الزرع، كل واحد اش يعيط له، اللي عنده عينيه كبار ندير لهنايا، راني بيد وحده سمحوا لي ونصور، ندير لهنايا فوالا ونخرج، هاني ندير لكم بيد وحده نخرج ومن بعد ندير بيدي. شكون يشد لي دقيقه؟ شكون يشد لي دقيقه؟ شوفي هكذا صور لي كيما راهي هكذا فوالا، من بعد نخرج بيدي فوالا، كيما نخرجوه كيما نكونوا نفورو في الطعام، هذا الخرج نخرجوه فوالا، راكم تشوفوا يخرج لك كامل على حبات، ربحي وقت كبير
ماشي كيما بالزمان غير الفتيته بالفتيته بالفتيته يعني ما يبركسلكش ما يديرلكش لي غيمو هادو، مي بصح كميات كبيره لازم تعاوني روحك، ماشي نبقى النهار كامل وانايا. انا الطعام دوكا راهي شحال، راهي 3:30، والطعام هذا حنا نبداوه دركا ونكملوه بكري. مي واشنو لو كان يقعد لك الطعام الغدوه ان شاء الله ماشي قارص، ما يقرصلكش، ماشي كيما زمان نبدا نطيب بكري ونخلي الماكله تقرص ونولو في لانتوكسيكاسيون، تقعد لك الماكله تقعد لك تخسر لك. هذه هي الانسان التقنيات هذو سهلوا لنا الخدمه وعاونونا في الكميات الكبيره. بيان سيغ ميم المبتدئات اللي خافوا الطعام يتبركس لهم ولا اشرو السيار، هذا شري يا بنتي ولا يا اختي السيار زرع وما تخافيش، هذا ميم قولي لي الحاجه جينا على 10. بارك الله فيك الحاجه، ربي يحفظك، ربي يحفظك هذا يوم ولاد ما شاء الله. اسمحوا لي التليفون، قلت لكم انا هذا السيار نستعمله مام في الحلويات باش نحل به، كي ندير واسمو قولوا لي عليه العرايش ولا البقلاوه ولا كنشمخها بالسمن، نفتحها لهنايا تفتح كامل. الله يبارك يبارك. قالوا لكم شوف، قالت لكم الحاجه شوفوا اللحم الحلو عجبها الديكور تاع اللحم حلو عجبني بالبزاف. ربي الله يحلي 10 على 10، الله يحلي ايامك الحاجه تعيشي، ربي يحفظك. ما منتي يا الحاجه 100 على 10 تعيشي ان شاء الله، ربي يلحقك المكه ان شاء الله يا ربي. وعندي هذه زغاريت فأل خير ان شاء الله يا ربي، وعندي هذه لاكاز ولا هذه القماشه، هذه القطعه نتاع القماش هذه نشروها من عند اللي يبيع لوازم الخياطه ولا مستلزمات الخياطه، نشرو عليه القطعه هذه نتاع لاكاز ولا لو تيول، تيول هذا اللي يجي في لي غو بلونش تشوفوه انتم يابس مع الاول، هذا باش نعاودوا به باش نرفدوا به الطعام باش ما تظليش شاك فوا تنحي في وش يعيطوا له هذاك الغلاق القفال، القفال تاع الاخر باش كي ندير نقفلو الكسكاس ما نضلوش نحو في القفال، نرفدو فقط القماش هذا يجينا ساهل ونشمخو به ديراكتومون. فوالا قالت لنا الحاجه الشاش، يعطيك الصحه عليك نور الحاجه، بارك الله فيك. دوك نديرو في الكسكاس، هاي نفرغيه، السخانه الشمس هاي ضاربه لهنايا ما قدرتش، ديجا تقلقت الشمس راهي فوالا تقلقت مع وحده في الحقيقه ما نكذبش، لا اله الا الله محمد رسول الله. الله بلون دو طرافاي يرحم باباكم، كي تكونوا تخدموا في خدمتكم بلون دو طرافاي دائما نقول هذه هي، تخدمي خدمتك دائما حطي بيدون حشاكم قدامكم فارغ ولا بسينه فارغه ولا ورموا فيها ارموا فيها الفضلات نتاع القشور ولا، ماشي كل وحده من ترمي، كل وحده من ترمي صافي، ماشي ايكيب بروفيسيونيل هكذا هكذا صافي بمغنجق، لا اله الا محمد رسول الله. المهم انا درنا الطعام يفور على الشاشة هذا كما قالت الحاجة ولا على لوتول، فوالا نديروه يفور نستناه كي يفور، كي يبدا يفور ولا البخارية تصاعد نحسب له 10 دقائق باش يفور لي مليح. هذه هي راهو يفور كما قلنا على المرقة، ورانا قافلين لهنايا بالسيلوفان كما راكم تشوفوا. بون درك هاو ليك الطعام تاعنا راهو فار، راكم تشوفوا ماشي غير دوك انايا عنده 5 دقائق ويخرج في لافابيغ نتاعو. كاينين الغلطه اللي ديروها تجو تاكلوا الطعام تصيبوه يابس ولا تصيبوه ماشي مشمخ كيما لازم الحال، هذاك باسكو علاش غير يشوفوا لافابيغ تطلع يحسبوه باللي فار، عنده 5 دقائق، عنده 5 دقائق وهو يفر، راكم تشوفوا عنده 5 دقائق وهو يفر. فوالا صافي فوالا دوك هاو فار لي مليح، مام في لي كوتي قلبوا في لي كوتي، انا بعد ما قلبته في لي كوتي وهنايا في الوسط فار لي مليح، خليته 5 دقائق راكم تشوفوا. ها هوك هنا صفينا اللحم هاو طاب بسم الله، ديريه داخل رشيده الله يبارك، هكا قعد يطيب ساعه و20 دقيقه ما شاء الله، راكم تشوفوا طايب زبده فوالا. والمرسوات ما لازمش تغفلوا عليهم، بالك اللحم يكون طري راكم تفوروا تنساوه، كي تجو الساعة وهو يطيب قلبوه شوفوا شحال مازال له الوقت كيما هذا ما شاء الله، وشوفوا الله يبارك شوفوا هو سخون يغلي طايب الزبدة ما شاء الله، هاكم تشوفوا بعينيكم هايا البوراك هو يتقلى، هذا تاع الصدقه طعم تاع الصدقه يخرج دركا، وهذا دوك نحطه في الطوابل مع المتوم وشربه واللحم الحلو وشلاضه، هذه هي شوفوا ما شاء الله
بلاني حبيت نوري لكم كامل الخدمه. فوالا الله يبارك. شوفوا شوفوا ما شاء الله، هاكم تشوفوا وحده الله يبارك، والمرصوق قاعد هو هو. فوالا ليسونسيال لازم تكون عندكم لي كيموار ولا الصفايره تجبدوا بها. دوك نعاود نفيلمي لها لكم. فوالا هاي لك حتى العود تاع القرفه وجبداتو. هذه هي الصفايره نجبد بها اللحم لي كيموار. هاياك لهنايا السلطه اليوم. فوالا درنا السلطه كالعاده، اليوم درناها بلا ماسيدوان، دومونديتها بلا ماسيدوان، سون ماسيدوان. فوالا خالده وحده خاصت ما فيهاش البيض. خالده يا خالده وحده ما فيهاش البيض، انني لقفتها. وحده ما فيهاش البيض فوالا، انها هنا ما شاء الله. نوريكم فقط هذا درناه على جل الذباب، يعني باش تاخذوا افكار. هذا التول هذا نشروه هذا على جل الطعام، وكي يكون عندي نديرو على جل الذباب. بصح اصحاب العرس يجيبوا لي النيلون اللي نغطوا به السلطه، واحد النيلون يتباع شفاف. هاني وريتولكم المره الماضيه نيلون شفاف يشرو منه كاش 5 مترات ولا كثير، نغطوا 5 مترات ولا اكثر، يعني الطابله تاعها نشرو حوالي 7-8 مترات باش يكونوا عندي طوابل كامل نغطي بهم السلطه على جل، سرتو في الفتره الصيفيه. وكم تعرفوا السلطه توجد الافونس. شوفوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، الالوان الزاهيه الباهيه والسلطه النظيفه الجميله. هلا والسلطه حنايا نوجدوها يعني الافوا. اليوم عندي 250 سلطه، 250 مدعو، نوجدو 50 صحن سلطه، يعني كل 5 اشخاص ولا 6 اشخاص، حنا طابله تاع 6 اشخاص نحطوا فيها صحن واحد انت سلطه. البوراك شوفوا شحال طايب شباب، لونه ذهبي على حب الله يبارك. راكم تشوفوا ديري لا ديري وحده سمية طيب ما شاء الله. هواك بسم الله ديروه بلا عقل تلقوه داخل المقلاة. فوالا لازم هذو الشبايك يكونوا عندكم كاش 7 ولا 8، انا عندي 8 نستعملهم باش نعمروهم كامل. فوالا هم اللي كانوا معمرين نستناو راكم تشوفوا، باش ما نخلوش الزيت تسخن بزاف وما يتحرقوش يديهم ثاني وما نضيعوش الوقت. فوالا هو كل اللحم دوك نديروه داخل ورق الومنيوم، بيان سيغ اللي حاب يحطوه في ورق الومنيوم حنايا نحطوه باش يبقى سخون، نديروه في ورق الومنيوم. وكي يدي فوا يطيب بكري نديروه في ورق شفاف ولا بابي فيلم، هذاك سيلوفان يعيطولو بابي فيلم، سيلوفان ولا فيلم اليمونتيغ ولا فيلم غذائي. هذه